وبدرك غنات يا رويا ليه بسهر عين في نهاري وليه حبيبي عين يا عين يا ليلي بسهر عين في نهاري وليه وانا استنى استنى العيون ناقشيني في الموضوع. بناقشك. عمري 23 سنة، صار 23 سنة بكتب اسمي بـ S E L. غلط. إيه؟ لأنه. زينة. ما عني لا تطلعي لي العقل التوراني علي. وأنت لا تطلع لي العقل التوراني عليك. اشرحيني. اشرح لك. رح تسمعني. حرف الـ A وحرف الـ E بالفرنسي والإنجليزي هن فويل، يعني أحرف صوتية. فويلز يعني. أوكي. ما بيصير الإف لما بتجي بين حرفين صوتيين وحدة. أرى ز. It's a name. بس القواعد ما بتنشال. لا وسأل مين ما بدك. بس أوكي معناتها اسم ما في داعي نكتبه زد إي آي. ما نكتبه زد إي. لا. لأنه بينقرا زينة. لا. إذا بدي إياها زينة بكتب إي آي. لا المفروض إذا بدك تكتبيها زينة أصلا مش تكتبيها زينة إي آي. صدقني. لا أنا بس بكتب من طول حياتي بإي إس إي آي. لا لا بعرف واحد باسل اسمه وأهله أجانب وبيكتب هيك. هم بلطمي. لا بس يا هو. يا حبيبي يا بوجودك يا بوسمة يا سهر بالليل، أنا ناوي
طبعا ما فيش غير بالبرد. وانت يا يسبك وانت يا يسبك فايد لاترس غنيلي شوي عزمين عم بس فايد لاترس قلبي ومفتاح دول مشيدين وغفا وصباح بس فريد أطرش بيسألني علي قلبي ومفتاح ومفتاح ملك إيدين ملك إيدين قلدينا شي حدا يا حبيب انت أتقلت راني قلدينا حدا انت بعرف قلت رح ما انا فعلا انا مش بعرف بلا اسمعي خليني اغنيها واسمعيها بصوت الفنان العريق عبد الوهاب تعرف هاي تبعي اظن انني لعبة بين يدي انا لا افكر بالرجوع اليه انا لا افكر بالرجوع اليه بواسها اليه كيف انه ملكة يا ظن يا ظن انني لعبة يا دينيو انني لعبة يا عيني يا عيني يا ليلي يا سهر عيني بنهاري وليلي حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا سهر عيني بنهاري وليلي والله اشتقنا يا عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك يشيل قلبي مزروع انت اللي قصوي مني